الاشاره دي حاجه يعني متفق عليها، زائد يبقى زائد، ماينس يبقى ماينس. مثلا سيبنا نشرحه بوزيتيف. اوكي اول حاجه الاشاره بوزيتيف، بعد كده رقم كام؟ 9. اجباري مكان العلامه، هو دي الفكره، اجباري مكان العلامه هنا. هتقولي لا ما ينفعش، هو اجباري المكان بتاعه هنا، ملوش دعوه بده. في ثالث خانه، اول خانه بعد الرقم، بعد اول رقم. كمل بقيه الارقام. 7 7. الرقم ده هو الرقم ده عشان اخليه هو اضرب ده في كام؟ بس لا هضرب في 10 بس، هو ده الفورمات خلاص عشان يطلعها صح. هي الفكره في الفورمات ان هو المكان العلامه ثابت. اوكي طبعا انت شايف ان ده غلس وده كويس، هي مش فكره، لا هي الاثنين واحد، بس عشان انت عشان دايما كنت شغال بدوت فبالنسبه لك ده اللي سهل. على البي ال سي في ال 7300 اغلبيه شغلك بده، فهتلاقي ده الاسهل. هقول بس انا اخلص شرحه معلش. طيب هضرب في كام؟ في 10 اس 1 في 10. هي لو قلت 10 اس 1 صح؟ هي لو عشان خاطر لو رقم 100 او 200 هيسميها 10 اس 2 او 10 اس 3. هي لو قلنا 10 اس زائد 1، عارف ليه؟ عشان يوم ما يجي يقسم هيقول لك 10 اس ناقص 1، 10 اس ناقص 2. تمام؟ اوكي. مش الحركه دي على الكالكوليتر بيسميها اكسبوننشال؟ خلاص اي زائد 1 معناها 9 علامه 77 في 10 اس زائد 1 اللي هي كانها كام؟ 97.7. ها تاني ينزل الاشاره بوزيتيف يبقى بوزيتيف، نيجاتيف يبقى نيجاتيف. ينزل اول رقم، اول رقم بس اهم حاجه ما يكونش زيرو، هنشوف ليه. ينزل اول رقم العلامه مكانها ثابت ما بغيرهوش انا. بعد كده ينزل بقيه الارقام 7 7. ايه؟ ماشي بس هو هنا العلامه مكانها اجباري، هنا العلامه مكانها هنا اجباري، هو ما بتشالش، هو ما انا مش انا بحطه، هو موجود جاهز. تمام؟ بعد كده 7 7. تمام؟ بعد كده الرقم ده مش هو هو ده، عشان اخليه هو هو هضرب في كام؟ في 10 صح؟ هي لو قلت 10 اس 1، هي لو قلت 10 اس زائد 1 يبقى اكسبوننشال زائد 1. اللي يجي انت لو كتبتها سمول هو بيحولها كابيتال كده كده. اوكي؟ لا لا عشان كاتبها على ايديا، لكن هو في البرنامج بيحولها لكابيتال لوحده. تمام؟ هعمل مثال تاني هيوضح لك الدنيا اكتر، اللي عايز ينقل ده بس ينقله الاول. خلاص مثلا الرقم ده ماينس صح؟ ماينس كام؟ لا اتفقنا ان اول رقم ما يكونش زيرو، 8. اوكي العلامه مكانها ثابت بعد اول رقم هنا اهي، لازم بعد اول رقم، واول رقم ما يكونش زيرو، اول رقم اكبر من زيرو. لا اول رقم اكبر من زيرو، الفورمات شغال كده. لو انت جربت زيرو في الفورمات هيروح هو مسحه لوحده، هيشيله على طول. جربت اعملها على الكمبيوتر، اما ناخدها هنوصل لها. اوكي معلش الجزء النظري ممل انا عارف، بس عشان وانس ان احنا فهمنا النظري كويس، اول ما نقعد على الكمبيوتر ده كله هيبقى ده شغلنا على طول. تمام 8 بعد كده علامه اكمل 9 1. الرقم ده هو هو ده؟ لا ده انا هقسمه. اوكي اكسبوننشال ماينس عشان هقسم، تعالى نحسبها كده. مش انت حاطط العلامه هنا؟ 5 هنقلها 1 2 3 4 5. ده هو هو ده. اوكي في ال 200 الموضوع مش غلس قوي، لانك انت ممكن تيجي عند الفورمات تقول لا انا عايز اشوف ريال مش عايز اشوف فلوتنج بوينت. في ال 300 في حاجات معينه لازم تظهر فلوتنج بوينت. اوكي عامة واحنا شغالين لو اشتغلنا على دوت 4 5 تمارين هتلاقي خلاص بالنسبه لك بقى ده اسهل من الثاني يعني. اوكي هي الفكره كلها ان احنا دايما في المدرسه علمونا ده، فشايفين ده انه حاجه رخمه. البي ال سي اغلبيته شغال ده. هو اكتبه على الكالكوليتر دوت هيطلع لك ده، اكتبه ده هيطلع لك ده. بالعكس في كالكوليتر كتير جدا شغاله بالطريقه دي للاف اكس كلها. اي خدمه بيجاملني.
شكله حلو. بنحسب معاه ايه؟ لان بص العلامه موجوده هنا صح؟ ليه هنا؟ تمام؟ خلاص كده مفيش تحولات تاني. اخر حاجه كمعلومه اللي هي الارقام بتاع الاسكي والحروف، هو خلاص مع نفسه بقى، دي ما تهمناش بقى، هو بيروح للتيبل ويفهمها. اوكي؟ في مشكله في الكلام ده؟ في اي حد عنده صداع محتاج يشرب كوبايه شاي؟ عم يبدا الكلام دوت؟ محدش. كويس. ايه؟ اللي جاي هيجيب صداع، فاهمها هيكون نسبه الصداع اقل من 5%. ازاي حضرتك عامل ايه؟ ما تقلقش، انا هصعب بمنتهى البساطه. بس هو بامانه الكلام دوت مهم جدا جدا جدا. احنا خدنا الارقام وخدنا يعني كل عم نسمع كلام. انا بعتقد بالنسبه لي العمل يبدا من الوقت صحيح، مش على البي ال سي ولا على الكمبيوتر، بس انا بالنسبه لي العمل يبدا من دلوقتي بجد. عناية يا باشمهندس. الميموري جوه البي ال سي متقسمه لبيت، فاكرين؟ بايت، وورد، دبل وورد، تمام. كلمة انتجر هي تساوي وورد، هي انتجر تساوي وورد، ودبل انتجر تساوي دبل وورد. في اختلاف بسيط هنعرفه بعدين. اوكي؟ بيت وبايت وورد ودبل وورد. البيت هو اصغر يونت للميموري، يعني اصغر، عايز ارسمها هرسمها كده مثلا. البايت عباره عن ايه؟ 8 بيت، صح. الوورد هو 2 بايت، اللي هو اقدر افكه في كام بيت؟ 16 بيت. الدبل وورد عباره عن 2 وورد او 4 بايت، او بالظبط 32 بيت، تمام. معلش سيبك من ده كله وخليك مركز معانا كده. هو كده كده كله اصله عباره عن ايه؟ بيتس. اقول لك معلومه ما تخضش، ما فيش حاجه اسمها بايت ولا وورد ولا دبل وورد، بس هو كل الفكره ان قال لك بدل ما نقعد نقول 8 16 32 هي لو قلت بايت. يعني عايز تقول 8 هي لما تقول بايت، عايز تقول 16 بيتس هي لما تقول وورد، هتقول 32 هي لو قلت دبل وورد. اوكي؟ مبدا واحد. بس هو عايز يفكرك دايما انك مش هتعرف تيجي تتعامل مع حاجه اسمها 5 بيت، مش هتلاقيهم، مش موجودين. انا المتاح عندي 1 8 16 32. حتى لو اضطر اخذ الرقم مثلا رقم 256، دي اخرها 255. 256 يجي فين؟ هنا. مع ان الورد كفايه انها تشيل لغايه 32,769، بس اقول لك خلاص حضرتك عندي 56 اتحجزت. مع ان اللي فاضل فيها لسه كتير جدا، بس خلاص وانس انك انت حطيت فيها قيمه، عايز تحط تاني حط، بس ما تسالنيش على القيمه القديمه تقول لي باظت ليه؟ هبوظ طبيعي جدا. كانك بالظبط حطيت نص كيلو بتاع اي حاجه في كيس معين ووزنته. لما تحط اي حاجه فوقيه النص كيلو ما بقاش نص كيلو، هو دي الفكره. الرقم اللي انت حطيته جوه الميموري حط رقم تاني. هتقول لي عند بيت فاضي، مش فاضي، هو بزيرو بس زيرو دي عايز يقول لك ما حدش يلمسه عشان ما يبوظش القيمه القديمه. ده الهدف ان هو حاطط فيه صفر. فاكرين الرقم الباينري كنا بنقراه من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ تمام، كويس. لكن البايت والورد والدبل وورد الشمال لليمين. لحظة بقى، أما البايت أساسا 8 بيت. يعني إيه البايت أرام للشمال لليمين؟ مع إن هو لما هو 8 بيت أساسا بأرام اليمين للشمال، ما هو بيت صح؟ بيت. الأول أقنعك كده بس نظريا يعني. أنا سألت سؤال عشان أخليك تفكر في الموضوع، بس لحظة أقنعك. الأول كده بسرعة بس، يعني أقدر أقول بيت زيرو، لو أمكن ما حدش يكتب من دلوقتي. بيت 2 بيت 3 وهكذا. البايت بايت 0 على يمينه بايت 1 على يمينه بايت 2 وهكذا. الوورد وورد 0 على يمينه وورد 2
على يمين وورد 4 وهكذا. الدبل وورد، دبل وورد 0 تمام، دبل وورد 4 وهكذا 8. عشان اقتنع بالكلام دوت تعال نرسم الرسمه كده ونبص عليها كده كلها على بعضيها. ادي بايت، ادي بايت، ادي بايت، ادي بايت. فين البايت الاولاني؟ طب بص على الرسمه كده على الاسهم، البايت الاولاني بايت زيرو فين برضو؟ بايت زيرو، بايت واحد، بايت اتنين، بايت تلاتة، بايت اربعة، بايت خمسة، يبقى فين بايت زيرو؟ لا صح ماشي. ها بايت زيرو، بايت واحد، بايت اتنين، لحظة بس ثواني، بايت تلاتة. في مشكلة دلوقتي؟ هخليك تقتنع في خلال نص دقيقة ايه حكاية البيت ده؟ دي كده ماشي. هو فين البيت زيرو؟ البيت زيرو ده فين بالظبط؟ البيت زيرو هو اول خانة على اليمين في اي ايه؟ عشان كده مكتوب ده غلط، ما ينفعش اكتب كده. ما هو بايت زيرو دوت جواه بيت اسمه زيرو، مش كل بايت جواه 8 بيت، يعني اكيد في واحد فيهم اسمه البيت الاولاني صح؟ عشان كده لازم احدد دايما البيت هو انهي بيت جواه انهي بايت، انهي بيت جواه انهي بايت. يعني بيتكتب كده مثلا 0.0 اللي بعديها على الشمال 0.1 اللي بعديها على شماله 0.2 لغايه 0 بوينت كام؟ حد بيشبع على حاجه؟ حد بص على جهاز بي ال سي بكده؟ لا كنا اتكلمنا كده المفاتيح 0.0 لغايه 0 بوينت كام؟ في 0.8 على البي ال سي؟ لا ما هو هو مش الفكره ان كل حاجه مرتبطه بالميموري، فهو مرتبط بالميموري. البيت اللي البايت اللي بعده لازم يبدا برده من 0 لغايه كام؟ 7، من 0 لغايه 7، من 0 لغايه 7. ما هو الميموري اللي عنده كده. عشان كده قلت لحضرتك لو في اي حاجه حصلت في المفاتيح انا هجيب قرارها منين؟ من الميموري صح؟ مفتاح يبوظ مش مشكله، هعرف اشغل من الميموري. اوكي شاكك في المفتاح هعرف من الميموري. فكل حاجه في البي ال سي مرتبطه بالميموري تمام. يبقى ده كده 0.0 لغايه 0.7 ده كده كام؟ لا خد بالك بايت بوينت بيت تمام، 1.0 لغايه 1.7 تمام. نفس الكلام 2.0 لغايه 2.7، 3.0 لغايه 3.7. في مشكله في الكلام دوت؟ ايوه امورني عينيا فعلا ما تجاملنيش عشان انا يعني دي هتاخد لها ساعه تقريبا الحته دي، فمش هينفع نعيدها تاني يعني نطول فيها نخليها ساعه ونص. اوكي فاللي عنده سؤال يسال، اللي عنده سؤال يسال. بس معلش ما تقوليش اللي انت فاهمه، قول لي اللي انت مش فاهمه ايه. معلش اصل انا مش هينفع انت دايما بتشرح لي تاني اللي انت عايز تقوله لي، انا مش عايز اسمع الشرح. عينيا تاني بسرعه، الميموري عباره عن بيت وبايت وورد ودبل وورد. الميموري متقسمه لاجزاء، هم كلهم عباره عن بيتس في الاخر. عشان كده من واحنا شغالين هنرجع للريفرنس بتاعنا اللي هو البيتس، سواء الواحد او الثمانيه او ال 16 او ال 32 تمام. البايت الاولاني اللي هو على الشمال، عشان كده قال لك البايت 0، البايت 1، البايت 2، عشان كده بقى من الشمال لغايه اليمين، فده 0 1 2 3 4 5 لغايه حسب بقى الميموري رينج بتاع السي بي يو اللي انا بتعامل معاه. اوكي البيت 0 جوه كل بايت في بيت اسمه البيت 0، عشان كده لازم اقول دايما البيت فلان ابن فلان بيت جوه انهي بايت. عشان كده 0.0 معناها البيت الاولاني في البايت الاولاني، بيت 0. مثلا سوري بيت 1.0 معناها البيت الاولاني بس في البايت الثاني، بيت 3.0 البيت الاولاني بس في البايت الثاني اللي هو الرابع في الترتيب، الرابع في الترتيب اللي هو بايت 3 تمام. اوكي المسميات دايما 0.0 0.1 لغايه 0 بوينت كام؟ عشان كده الانبوتس عندك هتلاقيها 0.0 0.1 لغايه 0.7، واللي بعديه 0.0 0.1 لغايه 0.7 وهكذا. عمرك ما هتلاقي انبوت اسمه 0.8
ولا اوتبوت ولا ميركر، اي حاجه من الاخر حالتها اون واوف، اللي هي بتتسجل في البيتس ديجيت كي، لا يمكن يكون فيها 0.8 اخرها 0.7. عشان كده في البرنامج هتعمد اول برنامج اقول لك اكتب اي 0.9 في اول برنامج يعملها، قصد هتلاقي حالك بره رينج الميموري، مش موجود في رينج الميموري، هيعمل لك بالاحمر. ولو انت كاتبه سمول هيسيبه لك سمول. الطبيعي دايما بتاع اي برنامج لو مكتوب سمول هو حوله كابيتال، ده قال لك انا رافضه من الاساس، ما عنديش حاجه بالاسم دوت. اوكي، وهتلاقي تحت قال لك ان هو الليجال ساينتكس، حاجه غير اللي متفق عليها. تمام تمام يا باشمهندس. لا مفيش مجامله، ما تجاملنيش عشان مش جاملك يعني، اسال لو عايز. احنا كده مش هنخلص. ماشي اتفضل. مفيش حاجه اسمها بت 1.0 قصدك؟ 1.0 اللي هو ده. من 0 ل الله اعلم حسب الميموري، في 0 وفي 1 وفي 2 وفي 3 وفي 5 و6 و7 و1000 و5000 و6000 حسب الميموري رينج. البايت ده البايت ده البيت. لا 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 لحظه كده اتخان. البايت مش من 0 ل 7، مين قال كده؟ البايت في ده بايت 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و1000 و5000 حسب نوع السي بي يو. ادخل على الهلب وقول له عايز اعرف الميموري رينج قد ايه، هيقول لك اخره 5000 بايت، يبقى اخره بايت 5000. بايت 5000.0 غير بايت 5000 بوينت كام؟ 7. يبقى اخر انبوت ممكن يبقى موجود مثلا بايت 5000.7. تمام اتفضل. في ال لا سوري لا ما ينفعش في الارض. هقول لك ليه. كذا بايت. بايت مش بيت. بايت. يا باشمهندس فرق، ده بايت ما ينفعش اقول بايت 0.0. البيت هو اللي اسمه 0.0، البايت اسمه بايت 0. جوه البايت 0 في 8 بيت، اللي هما بيت 0.0 و0.1. تمام. 0.0 و0.1 و0.7. لغايه 1.7 لغايه ما يخلصوا 6000.7 اخر واحد فيهم، ده لو كانوا 6000 فعلا. تمام. طيب الريفرنس دايما بيكون للبايت مش للورد خالص، لان وانس ان انت قلت هو مين جوه انهي، يعني جوه مين، يعني لو وانس انت عرفت هو جوه انهي بايت، البايت مفيش منه اثنين. الخوف كان من البيت لان في بيت زيرو هنا وهنا وهنا وهنا، فما كانش ينفع اقول انبوت زيرو، في كذا انبوت زيرو. لكن وانس ان انت حددت هو في انهي بايت خلاص معروفه، مفيش داعي اتكلم. عايز اقولها بالورد بس محدش بيستخدمها خلاص، لان وانس ان انت حددت البيت جوه انهي بايت، مفيش اثنين بايت اسمه بنفس الرقم جوه البي ال سي. اتفضل. لسه ما خلصتش ربع، يعني ربع ربع الميموري. خلصنا نتكلم، هنقوم على البي ال سي وهنجربها عملي كويس جدا. طيب نكمل لحظه بقى. هو اللي مكتوب مثلا جوه البيت 0.5 كام؟ لازم يكون بالاجماع، لازم يكون عشان نعرف اذا كان كله عارف ولا نعيد تاني. 0.5 بيت 0.5 موجود جوه كام؟ 0.5 جوه كام؟ ها؟ انتوا مش شايفين ولا مش عارفين؟ تفرق. مكتوب جوه صفر. عشان خد بالك ده السادس في الترتيب اللي هو 5، اوكي؟ 0.5 0.6 0.7 صح؟ جوه 0 صح تمام. البايت 0 جوه كام؟ أي حد يقراها بسرعة، بايت 0 بايت 0 اللي هو 1 0 0 1 1 0 1 1 تمام. لو عايز اقرا الاثنين بايت دول اقراهم ازاي؟ عايز اقرا الاثنين بايت دول، عايز تقراهم غلط اقراهم غلط، انا عايز اقراهم صح. 1001 1001 1001. اقنعتك ليه البايت بيتقري للشمال والبيت يتقري لليمين؟ ما هو البايت جواه بيت، يعني يوم ما تقرا البايت عايز تقرا الاثنين بايت دول، تبدا بمين؟ بده وبعد كده ده، لما تيجي تقرا من جوه تقرا ازاي؟ كده وبعد كده بالظبط. عشان الخلاصه يعني هو بيكتب حروف عربي وبيكتب كلمات انجليزي. انا اسمي فلان الفلاني، هو شغال بالطريقه دي، ده البي ال سي. الحروف بيكتبها البيتس بيكتبها كده من اليمين للشمال، الكلمه اللي بعديها ما بيكتبهاش هنا، بيكتبها من الشمال لليمين هنا. عشان كده هقرا ده بعد كده بعد كده بعد كده. تمام طول ما انا شغال بصيغه البايت. وصل النقطه دي؟
ماشي. يعني 1 0 0 1 1 0 1 1 1 أربعة أصفار واحدين، تمام؟ أوكي، دي طريقة القراية بالبايت. طب سؤال معلش، هو الورد عبارة عن إيه؟ تمام، خليك مركز دايما على اللي تحت الخط الأخضر اللي هو مين؟ طب أول ورد هيبقى فين؟ فين أول 16 بيت هند؟ اللي هو بايت مين؟ ورد كام؟ طب عايز أقرأ الورد زيرو دي، حد يقراها؟ مالهم؟ يعني انا مش لا دي كده بقى، لا دي مش انا بس. طب لحظه انا اكتبها ثاني بس ثاني. حد يقرا كده ورد زيرو؟ اي حد يقراها؟ 1 0 0 1 غلط. 1 1 0 0 1 2 4 0 1 0 1 0 1 1 مع ان الورد 2 بايت، ومن شويه قريت 2 بايت كده. لما اقول بايت ليها طريقه للقرايه، لما اقول ورد خليك فاكر انهم قد ايه؟ 16 بيت. والبيت بتقرا ازاي؟ من اليمين للشمال، يبقى كلهم بقى حاجه واحده. عشان كده تفرق جدا 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 في البي ال سي انك انت تكون مخزن نفس المعلومه، بس تروح ترامي على بايت غير لما ترامي على ورد. تاني بالظبط كانك عملت كده، او خليني اقولها وبعد كده اشرحها تاني بطريقه اسهل. 2 بايت، ادي بايت وادي بايت، وبعد كده اللي بعديه وهكذا. الورد بقى 16 بيت، 16 بيت يتقرا على بعضيهم حاجه واحده. انا كاتب لك دي بس معلومه لحضرتك انها عباره عن 2 بايت، مش هقراهم كانهم 2 بايت، بس عباره عن كومبوزد اوف. هبدا كانهم خلاص من اليمين للشمال. فده الاولاني وده الاخير. يعني الاولاني بتاع اي 1.0 والاخير بتاع 0.7. خلوهم بقى حاجه واحده. الاول الاثنين بايت كانك كنت شغال كده. عندك رقم احاد وعشرات ومئات. واحد ثاني احاد وعشرات ومئات. لما كنت بستخدم 2 بايت يعني كل واحد لوحده كان اخر اكتب هنا كام؟ صح؟ 999 صح؟ ويبقى اخر لما ابص لها اقول انا معايا 999 ومعايا 999 صح؟ لكن لو دول كلهم بقوا حاجه واحده، ها بقى معايا رقم اكبر ولا لا؟ نفس الكلام، قريتهم كلهم عملوا حاجه واحده، دي نفس الفكره. اما يكون 2 بايت القيمه غير لما يكون واحد ورد، مع ان الاثنين بايت 16 بيت والاثنين والورد 16 بيت، بس الاثنين بايت اتقرا ده لواحد وده لواحد، فده اخره لو مليته كل واحده يبقى قد ايه؟ 255، وده اخره 255. لما تحط كلهم واحد وتقراهم بالترتيب هيطلع 32767. اوكي، يعني سؤال كده بسرعه، لو ما نيجي ناخد الكاونتر هتلاقي في الهلب بيقول لك ان الكاونتر اخره 32767، مع ان الكاونتر بيعد على ايه؟ سايز ايه؟ الكاونتر اخره 32767، يبقى بيعد على سايز ايه؟ ها تاني البايت 8 1 255، 8 1 255. الورد 16 وحيد مع بعضيهم هيطلعوا 32767، بيعد على ايه؟ على ورد. دي اسمها دي طريقه العد، لكن هو بيعد على سايز ايه؟ ورد. اتفضل. كان عندك سؤال؟ 767 تمام. لا ما تتكتبش كده، دايما الكتابه بيكون ايه جوه البي ال سي؟ وحيد وصهار. بعد كده تحولها لديسمنت تطلع رقم اللي قلت لك دلوقتي. هنكتبها نعملها تحويله. اوه طب ما في ورد اهو. الورد ده 2 بايت قصدك؟ 2 بايت ماشي، بس في فرق دايما ما بين كلمه 2 بايت وما بين ورد. ليه المشكله؟ 16 خانه عباره عن ايه؟ كلهم مع بعض. خلاص انسى دي كده، حما كده بقت ورد. تمام، ها ماشي. يبقى الورد زيرو عباره عن 1 4 0 1 1 0 1 0 1. تمام معايا ولا حد تاني؟ مظبوط. لو عايز اقرا الورد اللي بعديه يبقى هقرا ده كده، واللي بعديه ابدا من بيت مين لغايه بيت مين؟ الورد 2 اللي بعدين من بيت مين لبيت مين؟ قول لي اسم البيت، قول لي اسم البيت. من 3.0 لغايه 2.7، من 3.0 لغايه 2.7. هي الموضوع مش صعب، بس هي يعني عايز تخيل جامد، لان لان يعني مثلا تعالى كده خلينا نخلص الاخر وبعد كده نقول مثال غير الموجود على السبور. هي بس يعني مش عيب خالص انك تجيب ورقه في الامتحان وتقعد تشخبط كده على جنب. انا هعمل كده وانا شغال، هتقسمها باكج، بس في نقطة الحاجة دي مش محفظات. يعني ما تستغربش لما أنت أقول لك مثلا ده بيورد 400 أقول له كام؟ تتخض. أنا نفسي يعني هجيب ورقة وهقعد أعملها على ورقة عادي يعني. أوكي؟
هو في حاجه غريبه، وورد زيرو بعديه وورد كام؟ وورد زيرو بعديه وورد كام؟ ليه؟ ليه مش وورد واحد؟ في وورد واحد بس، هي فكره لحضرتك مش اكتر عشان ما تتلخبطش. يعني ايه؟ هو وورد زيرو مكون من بايت مين؟ اوله بايت مين؟ وورد اتنين اوله بايت كام؟ وورد 400 اوله بايت كام؟ هي دي المقصود بيها. مع ان وورد واحد موجود وثلاثة موجود بس هتلخبط نفسك، وعشان ما تتلخبطش وانت شغال قال لك ماشيها دايما زوجي، زيرو اوله زيرو، اتنين اوله اتنين، وورد 610 اوله بايت 610 اللي هو اوله بيت 610 بوينت زيرو، فاهم؟ عشان ما تتلخبطش بس وانت شغال. والناس نفس السبب هتلاقيه ماشي الارقام بتاعت الدبل وورد رباعي. يعني مثلا الدبل وورد الاولاني اسمه دبل وورد كام؟ دبل وورد زيرو اوله وورد ايه؟ اللي هو اوله بايت ايه؟ دبل وورد 400 اوله وورد 400 اوله بايت 400. ده الهدف منها. لو عايز تمشي الارقام وورد واحد، خد بالك من حاجه، ما ينفعش يكون في وورد زيرو وورد واحد وورد اثنين. عارف ليه؟ وورد زيرو عباره عن بايت زيرو وبايت كام؟ طب ما هو وورد واحد عباره عن بايت واحد وبايت كام؟ فبقى في اثنين، بقى في بايت كومن. انت عارف لو اشتغلت على ميموري كومن ايه اللي هيحصل؟ مع ان تيجي تشغل التايمر تلاقي الكاونتر بيعد. ما هو انت دخلت ده بيعد على الميموري بتاع دوت، يبقى الكاونتر محدش جه عنده اساسا، وتيجي تشغل الكاونتر الاوتبوت تشتغل لوحده، ما انت الميموري كلها دخلت في بعضيها. لو انت استخدمت وورد 0 وورد 2 انت حجزت البايت دي، لو استخدمت وورد 1 انت حجزت الاثنين بايت دول معاهم، فده يجي يعد تلاقيه راح مخرف هنا ومخرف هنا. اوكي؟ ودي اكبر مشكله في 300، لان في الاس 7 300 قال لك الميموري اللي موجوده اسمها ام بس، ما فيش غيرها.